السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ladies and gentlemen. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج براحتنا، لأن أنا هنا أنا وأنتو، إحنا هنا براحتنا. مين فينا ما نفسوش إن هو يكسب فلوس؟ لا وإيه؟ سلام بقى لو هيكسبها ببلاش، الحلم يصبح حقيقة. بس هل يا ترى بقى الموضوع ده فعلا حقيقي ولا فيك؟ يعني خلينا نشوف الموضوع ده هل نقدر ننفذه ولا لأ. علشان نقدر نحدد هو فعلا حقيقي ولا فيك، عايزين نعرف ازاي البني ادم يقدر يعمل فلوس اصلا. وفقا لكتاب كده اسمه الاب الغني والاب الفقير، اللي هو ريتش داد بور داد، لكاتب اسمه روبرت كيوساكي. الكتاب ده من اقوى الكتب في البيزنس والفاينانسز او اللي هي الماليات والحاجات دي في العالم كله. فقال لك والله البني ادم اللي هو احنا بنقدر نكسب الفلوس، وانت تقدر تكسب الفلوس من اربع طرق وفي غيره، وسمهم كده بحروف الـ ESPI، اربع حروف. اول حرف فيهم اللي هو الاي هو الامبلوي او الموظف. انت بتشتغل في وظيفه عدد ساعات ثابت معين، والله على قد عدد ساعاتك على قد فلوسك. اشتغلت 8 ساعات، الثمان ساعات دولت بيقدروا باكس من الفلوس، فبتاخد مرتب ثابت. طبعا دي ليها مميزات وعيوب. يعني من مميزاتها ان هي خلاص هي امان، انت خلاص ما دام مضيت العقد فانت والله انا هعمل العمل الفلاني ده او الشغل الفلاني ده، وفي الاخر الشهر هيجي لي المرتب الثابت ده، خلاص خلصانه وعليها خرسانه. بس برضو ليها عيوب. عيوبها ان هي المشكلة ان هو ثابت، يعني هو مشكلة المرتب الثابت ان هو ثابت، كل حاجة بتغلى الا هو زي ما هو. فاحنا يعني مش عارفين نروح فين منه. فده بالتالي ادى الى ان احنا كلنا عايزين نعمل حاجة بقى زي الحاجة المثال اللي بعدي، اللي هو حرف الاس. حرف الاس ده اللي هو self-employed، ان انت تبقى شغال لحساب نفسك. ودي بقى ممكن تندرج تحتها انواع كتيرة جدا من الشغل. يعني ان انت مثلا تبقى صاحب عيادة، او تبقى صاحب مكتب محاماة، تبقى صاحب صيدلية، يعني تبقى من الاخر صاحب مشروع خاص بيك. وطبعا من اشهر المشاريع قولك انا هعمل صفحة براند كتاكيت، ويعني كتاكيت ده مثال، بس هو الفكرة العامة ان انت هتفتح براند خاص بيك ايا كان هو ايه البراند، وهتبيع فيه اي حاجة زي الكتاكيت مثلا، وهتروح عامل بقى ايه تسوق له على الفيسبوك، تعمل له صفحه على الفيس، وتعمل له صفحه على انستغرام، وتبتدي ان انت تنزل محتوى، تعمل له اعلانات مموله، وربنا يكرمك وتركز. طبعا ده بص حاجه اتهرست في مصر كلها، ما فيش مصري ما فكرش في الموضوع ده، ومش مصري بس، يعني كلنا في العالم كله يعني، بس قله قليله هم اللي فعلا بيبداوا في الموضوع ده وكمان بينجحوا فيه يعني، بناء على عوامل كتيره. طبعا من غير بقى البراندات والبزنس الخاص، حتة الفريلانسنج او العمل الحر، ان انت تتعلم مهارة معينة، سواء بقى من اشهر المهارات مشهورة جدا ويعني بقت بص اشهر من نار على العالم كلنا بقينا عارفينها، زي البروغرامينج، الجرافيك ديزايننج، الديجيتال ماركتينج او البرمجة والتصميم والتسويق الالكتروني، وحاجات بقى تانية كتيرة، والداتا اناليسز، تحليل البيانات. كل الحاجات دي بقت من اشهر الحاجات اللي احنا كلنا دلوقتي بقينا متجهين اليها. فانت بتتعلم مهارة من المهارات دي، انت بتختارها تشوف انت انسب حاجة بالنسبة لك ايه، وبناء على المهارة اللي انت تعلمتها دي بتبدأ ان انت تبحث عن ناس عايزة ناس تعمل لها الخدمات دي، فانت بتاخد مقابلها فلوس. فانت اللي بتتحكم في دخلك، مش بيبقى الدخل ثابت. عايز تزود من دخلك فبتزود عدد ساعاتك او عدد الخدمات اللي انت بتقدمها علشان تقبض اكتر. طيب والعكس صحيح طبعا، ممكن تقل معاك في اوقات. والميزه بتاعتها ان انت مالك زمانك، انت بقى بتختار انت عايز تشتغل في ايه، انت اللي بتختار انت عايز تشتغل في ايه وتشتغل امتى. تالت حرف بقى هو حرف البي، اللي هو البيج بزنس اونر. وده بقى هو بزنس اونر برضو، ولكن بقى بي يعني بيج، يعني هو مثلا زي نجيب ساويرس، ابو هشيمه، الناس اللي هي ايه عندها الوفات شركات فيها مئات من الالاف من الموظفين. هم ان يعني نجيب ساويرس وابو هشيمه بيستفيدوا من وقتهم. فانت كده ما بتتعاملش بقى، انت كده لما بتكسب فلوس انت ما بتكسبش فلوس بناء على وقتك انت بس، لا انت بتكسب فلوس بناء على وقت الاخرين. ليه؟ اصل انت في الاخر انت كانت اللي بتسمعني، انت كانت وانا وكلنا، احنا حياتنا او يومنا فيه 24 ساعه، فهم 24 ساعه متكتفين، شقلمنا بقى صحينا بقى الساعه 5 الفجر، صحينا بقى الساعه مش عارف كام، هم 24 ساعه. ليه الناس اصلا بتصحى 5 الفجر؟ علشان تستفيد اكبر استفاده من نفس ال 24 ساعه، وتخلص فيها حاجات اكتر من الناس اللي حواليها. الناس بقى دي ذكيه شويه، بدل ما هي تتعب وهي تقعد بقى تقاوح في ال 24 ساعه بتاعتها، لا هي تروح تشغل ناس عندها، والناس اللي عندها دي هي تستفيد من ال 24 ساعه بتاعت ده و 24 ساعه. فاهم انت؟ طبعا هم مش 24 ساعه، انت قص منهم 8 ساعات نوم والحاجات دي، بس انت فاهم قصدي يعني.
هي دي الفكرة بتاعت البيج بيزنس. والطريقة الرابعة اللي انت تقدر تكسب بيها فلوس هي الانفستمنت او الانفستور، ان انت تبقى مستثمر، تستثمر بقى فلوسك، ودي بتبقى بتحتاج فلوس. هي بقى دي الطريقة الوحيدة اللي ما بتعتمدش على الوقت، بتعتمد على الفلوس، ان انت اوريدي يبقى معاك راس مال علشان تحطه في حاجة. الناس اللي بتحط مليون في حاجة تطلعها 10 مليون، تحط 10 مليون تطلعها 50 مليون. فدي الاربع طرق اللي البني ادم ممكن يعمل بيها فلوس. احنا بقى ازاي نقدر نكسب فلوس ببلاش من كل بقى ده؟ لو احنا كده قعدنا انا وانت كده بنفكر براحتنا، والله قاعدين عادي براحتنا بنفكر دلوقتي ازاي نقدر نكسب فلوس من غير ما ندفع ولا مليم من الاوبشنات اللي موجوده قدامنا دي. بص خلينا نمشي بنظريه ايه، الاستبعاد، اللي هو اللي احنا بنقضيها في امتحانات الام سي كيو وامتحانات الاختيارات. اي سؤال مش عارفين اجابته احنا ايه، نستبعد اللي مش معانا لحد ما يتبقى حاجه. فاحنا هنعمل كده. اول حاجه الاي ده مش معانا، ليه؟ لانه محتاج فلوس عشان اصلا نستثمر، فده صباح الفل مش معانا دلوقتي. طيب اتبقى ايه؟ اي اس بي. الاي هنشتغل في وظيفه من غير ما ندفع ولا مليم، بس هيطلع فيها تربنتنا وعينينا علشان ناخد في الاخر فلوس. الفلوس دي برضو ممكن ما تكفيناش اصلا، ممكن ناخد 2000 جنيه، 3000 جنيه كده، لان الوظائف دي اغلبها هتبقى في مصر فهنقبض بالجنيه المصري. فشوف انت بقى هل دي حاجه هتكفيك المبلغ اللي انت هتقبضه وفقا بقى للمجهود اللي هتحطه وبتاع. طيب هل نقدر نعملها اونلاين؟ لا، هتبقى تحتاج ان انت تنزل وتروح وتيجي على حسب بقى انت تخصصك او دراستك او كده، مش موضوعنا دلوقتي. طيب خلاص اتبقى مين فيهم؟ الاس والبي. الاس ان احنا سمول بزنس، نقدر نتعلم مهاره مثلا معينه ونعملها احنا بقى، يعني نتعلم مهاره معينه والمهاره دي بقى تجيب لنا فلوس، نعرضها على الناس والناس تدفع لنا فلوس مقابل المهارة دي او الخدمة دي، او ان احنا نفتح براند خاص بينا. براند ده مثلا براند حموكشة للحلويات، وبراند حموكشة للحلويات ده بنعمل احنا فيه اي حاجة زلابية. لما هتيجي تفكر فيها اكتر هتلاقي ان انت عشان اصلا تعمل براند او تعمل اي حاجة، يعني عامة صفحة بقى وهتعمل بيزنس مشروع، فاي مشروع ان شاء الله لو كان هو نفس اللي هو بتاع الفيس ده هنحتاج ان احنا ندفع فلوس. فعشان نعمل براند لينا او مشروع خاص بينا هنلاقي ان احنا محتاجين لازم هندفع فلوس في اي حاجه علشان نعمل يعني حاجه هنبيعها. ما احنا ايه الخدمه اللي او المنتج اللي احنا هنقدمه؟ المنتج اللي هنقدمه ده ما احنا لازم نشتريه او نصنعه عشان نبيعه، فبالتالي يبقى احنا هنحتاج ندفع فلوس عشان نعمل موضوع الصفحه الخاصه بتاعتنا والبراند بتاعنا والكلام ده، فلذلك مش هنعمل كده. يبقى احنا كده اللي هيتبقى معانا ان احنا عندنا مهاره، المهاره دي هنستخدمها. عندنا برضو حاجة تانية برضو اوعى تنساها، هي البي اللي هو البيج بيزنس. طبعا في ناس هتبقى في دماغها تقول لي يابا ايه يابا، يعني ايه بيج بيزنس؟ احنا لسه احنا بنتكلم احناش جنينة نعمل منتج تقول لي بيج بيزنس. هو ما هو انا معاك، بس احنا ماشيين بنظرية الاستبعاد، فاحنا ما كناش لسه استبعدناها، فاحنا يعني ايه نديها حقها برضو. انا هسألك السؤال وانت جاوب على نفسك، هل انت شايف ان احنا نقدر نعمل حاجة نستفيد بيها من وقت الاخرين وتجيب لنا فلوس كتيرة جدا احنا وهم؟ فكر فيها، ولو لقيت اجابة للموضوع واجابة منطقية قول لي، عايز تقول في الكومنتات، عايز تقول في اي حتة، عايز تروح تعملها انت، يلا يا فاهم شوف ظبط دنيتك. لو ما لقيتش فيبقى غالبا هنستبعد البي وهنتبقى في حرف الاس. تمام، حرف الاس ده قسمناه لنصين، نص المشاريع الصغيرة ونص اللي هو سيلف امبلويد. فاحنا المشاريع الصغيرة استبعدناها، اتبقى حتة السيلف امبلويد، ان احنا هنتعلم مهارة يابا انا وانت ورجلي على رجلك، واحدة واحدة ربنا ايه هيرزقنا ان شاء الله. طيب ده بقى هياخدنا لطريق ازاي يعني هنتعلم ايه اللي هنتعلمه، وهل هنكسب فيه ولا مش هنكسب فيه، وده بقى هنعرفه مع رحلة هناخدها انا وانت دلوقتي، بس مع حد كمان الا وهو شخص اسمه كمال. كمال ده هو واحد بيمثلنا كلنا، هو شخص يعني حقيقي في المعنى، فهتحس بيه انت من الرحلة اللي احنا هنمر بيها معاه. يلا بينا ندخل في الرحلة مع كمال. كان يا مكان في احدى الايام في بنك من البنوك كان في محاسب. المحاسب ده ملتزم جدا، بيجي في ميعاده، بيروح في ميعاده، وبيعمل اللي عليه بالملي، ما شاء الله عليه، مجتهد جدا في الشغل والوظيفة بتاعه. وفي احدى الايام المريرة حدث انه وهو يجلس على مكتبه في البنك
قاعد عادي الراجل في امان الله، قاعد في مكتبه معزز مكرم ببدلته بجرافتته، بيشوف العملاء الكتير، عملاء بيديهم بالدولارات وعملاء بيديهم باليورو، عملاء بيطلع لهم مئات الالاف من الجنيهات وبيخلص لهم المعاملات والترانزاكشنز او المعاملات بتاعتهم، والمكنه تعد قدامه فلوس وياخدها ويعدها ويديها للعميل ده ويسلمها هنا ويمشي عارف ايه. دخل في لحظه خطيره اللحظه دي، وهي لحظه تامل. لحظه ايه؟ تامل. طلع كده بالكاميرا من بره، طلع جرد نفسه بكل حاجه، حس حوالين الزمن وقف، وكل اللي شايفه قدامه هو شايف ان في قدامه فلوس كتيره جدا. عمل ريفلكت على نفسه بقى او انعكس على نفسه وبص وسال نفسه سؤال، هو سؤال ياتي: وانا ليه مش انا اللي معايا الفلوس دي كلها؟ السؤال اللي هو ساله لنفسه ده، هي دي بقى اللحظه، واللحظات دي بتبقى قليله قوي في حياه البني ادم، اللي من خلالها ممكن فعلا حياة إنسان تتغير 180 درجة. وكان لسه يدوب هيبتدي إن هو يراجع أفكاره ويتعمق في السؤال، ولكن كعادة أي لحظة جميلة من هذه اللحظات ما بتكملش، قطع حبل أفكاره على طول صوت الست الجميلة اللي بتقول: إيه 63. وده كان رقم العميل اللي دخل عليه، قطع حبل أفكاره وانتفض كده وراجع مكانه وكمل بقى عادي يتعامل مع العميل، وخلص العميل على اللي بعده على اللي بعده وخلص الشفت بتاعه ومن المكتب. أمن المكتب وروح ركب العربية بتاعته اللي هو جايبها بالقسط عن طريق نفس البنك اللي هو شغال فيه ويروح لبيته. وفي بيته بقى قاعد غدا فعلا يفكر في الموضوع، هو ليه مش أنا اللي معايا الفلوس دي؟ ما بعدش الفلوس دي ليا، أنا بعدها للناس دي كلها وأنا في الآخر. فبدأ فعلا إن هو يفكر في الموضوع ده، وبعد كده لحظة صمت هو بيفكر فيها في سره. هو كان بيفكر في سره، أنا مش عارف كان بيفكر في إيه يعني. قرر ان هو كفاية لحد كده، اللي انا عملته في حياتي لحد هذه اللحظة هو اللي وصلني لحياتي اللي انا عايش فيها هذه اللحظة. ومن هنا يا صديقي احب اقولك ان هو دخل في طريق اللي بيروح ما بيرجعش، الا وهو طريق الحرية المالية، كسب الفلوس اونلاين. فمن هذا اليوم كمال قرر ان هو خلاص من بعد كده كل الوقت اللي هو هيقضيه في بيته وبره البنك هيكرسه ان هو يتعلم اي حاجة جديدة يعملها من على الانترنت اونلاين علشان يزود بيها فلوسه ويعمل دخل اونلاين. وبالفعل دور على ان هو يعمل فلوس اونلاين على الانترنت، وكتب كده ازاي اكسب فلوس من البيت مجانا من الانترنت، كتب كده على اليوتيوب وهلم بك اللهم صل على النبي، يعني اللهم لا حسد، مش ظهر له 10 فيديوهات ولا 20 فيديو، يابا مئات الفيديوهات والاف الفيديوهات بتتكلم بس عن ازاي انت تقدر تعمل فلوس من غير ولا مليم. هو فعلا بقى تحمس وشاف الموضوع سهل ويلا بينا ويلا هندوس وهنجرب، وبالفعل سمع فيديوهات ازاي تقدر تكسب بالدولار وانت قاعد في بيتك من غير ما تدفع ولا مليم، واتفرج على الفيديوهات دي، وفيديو كذا 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 قال له عناوين رئيسية معينة، فبالتالي اخد بقى الفيديو ده راح موجهه صاحب الفيديو قال له لو عايز بقى تعرف تفاصيل اكتر روح على الفيديو ده، راح رايح معاه وراح من هنا لهنا لهنا اتعلم شوية حاجات، ولكن كلها عناوين رئيسية ما بتأهلهوش خالص ان هو فعلا يكسب حاجات مكاسب يعني حقيقية. هو بقى عارف ان المفروض يعمل ايه، وعرف ان مثلا في مجال فلاني ومجال فلاني ومجال فلاني، وطبعا من المجالات الشهيره اللي كلنا اتعرضنا لها وهو كمان اتعرضها لنا يعني شافها تمام اللي هي مجالات البرمجه بجميع انواعها والجرافيك ديزايننج او التصميم، يعني ان انت تصمم حاجات، والديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني. ثلاث حاجات دولت من اشهر ثلاث حاجات اللي كل الناس في مصر دلوقتي بتعملها. وهو بيدور بقى لقى ان في طريق من اتنين هو ممكن ياخده. اول طريق هو ان يكسب فلوس عن طريق انه يدفع فلوس في كورسات ومعدات وكده، فبحيث ان هو هيجهز نفسه بكورسات ومعدات وكده علشان يبدأ يكسب فلوس، يعني هو هيدفع فلوس علشان يبدأ يعمل فلوس. والطريق التاني اللي هو شافه ان هو ممكن يتعب اكتر شوية وهيدور بنفسه، مش هيلاقي الدنيا كلها متنظمة، وهيبحث على اليوتيوب وعلى جوجل وهيدور في مقالات ويشوف فيديوهات كتيرة، ولكن الحلو في الموضوع ان هو ببلاش مش هيصرف فيه ولا جنيه. ف
فبالتالي هو قرر ان هو هيبدا بموضوع ببلاش ده الفري ده، على امل ان هو بما ان في فيديوهات وريسورسز او موارد كتيره جدا على اليوتيوب، واليوتيوب ما خلاش اي حاجه والناس بتتكلم في كل حاجه، فبالتالي قال لنفسه حاجه طبيعيه جدا كلنا بنقولها لنفسنا، خلاص حلو جدا كل حاجه موجوده على اليوتيوب وعلى جوجل وعلى الفيسبوك، فانا هدخل هبحث وهتفرج عليهم كلهم، ومن خلالهم هقدر من العلم اللي انا هتعلمه منهم اشتغل الشغلانه اللي انا هختارها من غير ما ادفع فلوس. وبالفعل بدأ ان هو اختار مجال من الثلاث مجالات اللي هم البرمجة وجرافيك ديزايننج والتسويق الالكتروني. طبعا ما كانش عنده خلفية كبيرة عن كل حاجة فيهم، ولكن هو يعني بالهيام كده يعني قال لك ايه المتعودين عليه وبنشوفه كتير وبتاع هو التسويق الالكتروني، فانا خليني ادوس في التسويق الالكتروني لان ده اسهل لي يعني ان انا افهمه. وبالفعل بدأ ان هو يدور عليه اكتر ويبحث بقى عليه، وهنا قابلته حاجة مهمة قوي، الا وهي ان هو لما بيجي يكتب فيديوهات ان هو عايز يتعلم عن التسويق الالكتروني بيظهر له نوعين من الفيديوهات. اول نوع من الفيديوهات هو النوع المصري او العربي اللي هو باللغه العربيه، وناس كتيره ما شاء الله الله اكبر بتقول محتوى قيم جدا جدا، ولكن لقى ان الحجم الاكبر بكتير قوي هو المحتوى اللي باللغه الانجليزيه الانجليش، ولقى ان في محتويات وفي حاجات كتيره قوي مواضيع كتيره باللغه الانجليزيه. ولما تيجي تفكر فيها بالمنطق يعني والعقل هو برضه يعني منطقي اللي هو حصل له ده يعني يلاقيه واقعيا. احنا الكوكب لو حسبنا ان الكوكب 100% 25% من الكوكب كله بيتكلموا اللغه العربيه مثلا، فبالتالي هيلاقي 25% من المحتوى هيكون عربي، ولكن في 75% كلها باللغه الانجليزيه. ليه؟ لان العالم كله بيتكلم باللغه الانجليزيه، حتى لو كان ايطالي اسباني فرنساوي استرالي كلهم لما بيجوا يوصلوا معلومه على اليوتيوب او على الانترنت في الاغلب بيوصلوها باللغه الانجليزيه. وطبعا ده لا يعيب اللغه العربيه في شيء، بس برضو عشان نبقى متفقين على الحته دي، بالعكس يعني انا بالنسبه لي شخصيا اللغه العربيه رقم واحد فوق كل اللغات اللي في العالم كله، لان هي اكثر لغه ثريه لغويا، كفايه ان هي لغه القران ولغه الاديان السماويه، دي في حد ذاتها من احب اللغات الى قلبي. ولكن احنا بنتكلم واقعيا في العصر اللي احنا عايشين فيه في 24 العالم كله بيتكلم باللغه الانجليزيه، فهو فهم من الموضوع ده ان يبقى انا كده لازم يبقى معايا اللغه دي لو انا عايز اعرف محتوى او اعرف كم من المعلومات والعلم اكبر بكتير، وحتى لو انا عايز افهم بطريقه اسهل، لان طبعا بما ان المنافسه شرسه حوالين العالم كله فالناس بتتفنن ازاي توصل المعلومه بابسط الطرق من غير ما تتعب انت خالص فيها. والحمد لله هو بالنسبه له اللغه ما كانتش عائق، كان هو كويس في الانجليزي الحد الكافي اللي يسمح له ان هو يفهم المعلومات الموجوده حواليه. وبدا بقى الرحله بتاعته وتعلم من الفيديوهات الاثنين العربي والانجليزي، اتعلم من الاثنين مع بعض حاجات كتير عن التسويق الالكتروني، ومجمع معلومات عامه وعناوين رئيسيه كده عن كل حاجه. المشكله بس كانت بالنسبه له في حاجه، هو لما جاي يجرب بنفسه لقى ان الفيديو اللي هو بيتفرج عليه مثلا تلاقي واحده كده طالعه تقول لك 5 steps to learn digital marketing in 2024 حاضر هنزل بالترجمه حقك عليا، 5 خطوات لتعلم التسويق الالكتروني. وبيتفرج على الخطوات دي بيلاقي ان الخطوه الاولى مثلا بيقول له تعلم الكونتنت ماركتنج او التسويق عن طريق المحتوى، ثانيا تعلم الاعلانات المموله، ثالثا تعلم الاس اي او، رابعا كيف تصنع اعلانات لليوتيوب، خامسا كيفية صناعة المحتوى. هو فضل يسمع كمية تعلمات في الفيديو لحد ما هو تقريبا هو اللي اتعلم عليه، ما بقاش عارف يبدأ منين ولا منين، ولكن هو فهم ان كل بقى الفيديوهات كانت ماشية كده، يعني كل ما يخش فيديو يقول لك ازاي تتعلم التسويق الالكتروني او ديجيتال ماركتنج، كل شويه يقعد يقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، كل عنوان بس او كلمه بس اي حد بيقولها في الفيديوهات اللي هم بيعملوها هي اصلا مش هقول لك وراها كتاب، يابا وراها ديوان، وراها بحر من الفيديوهات الاخرى والعلوم والطرق اللي انت المفروض تقدر تعملها بيها. فلقى ان كل واحده فيهم بتاخد موال، بس هو نظم كده نفسه وجمع شوتاته بسرعه قبل ما يتوه في الليله دي، وراح كده قال كمال كمال انشف يا كمال كده واجمد الله، انت احنا هنسيح من اولها ولا ايه ولد؟ وقعد كده يعمل حاجات غريبه لنفسه، وراح هذا كده بس بص هنعمل ايه، قال لك 5 خطوات صح، احنا يابا نقسمها الخطوه الاولى، خلينا في الخطوه الاولى. قال لك ايه الخطوه الاولى؟ والله ما فاكر. طب احنا ناخد اللي يريح، اللي يريحنا من الخطوات دي ايه؟ صناعه المحتوى، احنا نعمل لنا محتوى كده على قدنا، وايه ان شاء الله باذن الله منها نشوف الخطوه اللي بعدها.
خلاص هو قرر ان اول حاجه هيبدا بيها هي صناعه المحتوى، ودخل كتب هاو تو كرييت كونتنت، كتبها بقى بجميع اللغات اللي جت في باله اللي هو الانجليزي والعربي، وطلع له فعلا فيديوهات فيها عمق اكتر بقى. يعني كل ما هو كان بيبحث عن حاجه متخصصه شويه فكان بيظهر له فيديوهات بتشرح الموضوع اللي هو بيسال عليه بالظبط، وفضل يتعلم يتفرج على فيديوهات لصناعه المحتوى لحد ما فهم ان المحتوى انواع، في منه المحتوى اللي بصور والمحتوى الكتابي، ففهم ان في انواع للمحتوى واختار منهم المحتوى اللي اسمه كوبي رايت او الكوبي رايتنج، او ان هو ازاي يكتب كابشن او كلام كده على البوستات او على الفيديوهات يبقى يلفت النظر ويشد الناس للحاجه اللي هو بيكتب. فقرر ان هو ده اللي هو هيبدا بيه جوه صناعه المحتوى. ففعلا بحث على اليوتيوب برده، هو اليوتيوب صديق الانسان هو جوجل، فكتب عليهم ازاي ان هو يقدر يعمل كوبي رايت او يكتب حاجات تشد الناس، وبالفعل علم الموضوع. وطبعا عايزك برضو تبقى واخد بالك معايا على شريط الايام كتاب حياتي يا عين، كتاب حياتي يا عين كمل انت بقى هذا الكتاب. يعني عايزك برضو تبقى معاك كتاب حياته، كل ده هو بيعمله كل يوم بالليل لما بيرجع من البنك، فهو قاعد وهو بيتعلم الحاجات دي كل شوية يوم ورا يوم حبيبي مجانينه كده، علشان يطور نفسه في مجال التسويق الالكتروني في صناعة المحتوى الكوبي رايتنج، او اللي هو ازاي تكتب كابشن يشد الناس. فاتفرج على فيديوهات ليه وتعلم ازاي، وقعد يتفرج على ناس بالعربي وناس بالانجليزي، ويتفرج على طرق ويشوف تمبلتس او حاجات جاهزة ويقلدها، وفهم بقى الى حد ما عنده العلم الكافي او الاساسيات المبدئية في الحتة دي. فحاول بقى ان هو يشتغل بيها، يعني هو دلوقتي اتعلم مهارة من رحلتنا مع كمال دلوقتي، فهو وصل ان هو اتعلم مهارة معينة. المهارة دي بقى المفروض ان هو كده هيقدر من خلالها لو هو شاطر فيها، كان بيشوف برضو اعلانات لناس بتدور على كوبي رايترز او ناس بتكتب المحتوى اللي هو الكابشن اللي بيبقى على البوستات. فهو بقى حس ان هو بدأ كده بقى معاه مهارة يقدر يقدم بيها على شغل عشان يكسب دخل اضافي. ودي بقى رحلة تانية حد ذاتها، ان هو يبدأ يقدم على شغل بالمهارة اللي هو معاه في عالم العمل الحر او الفريلانسينج. ازاي هيقدر يكمل حيتان بتوع الكوبي رايترز ان هو ينافس ما بينهم؟ اللي كمان ما كانش يعرفه ان هو ماشي عنده مهارة اساسية. يعني عارف احنا مثلا لو هنقسم الليفلات او المستويات بتاعة المهارة الى مبتدئ متوسط محترف مثلا، ثلاث ليفلات على سبيل المثال يعني، فبالتالي هو كان في المبتدئ، متوقع ان هو لما هيجي هيقدم على شغل يعني هيكسب مثلا كام، $5 $20 في بروجكت محترم او مشروع يعني محترم، يعني احتمال واحتمال برضه. علشان بقى يقدم على المشروع اللي هيتقبل منه بخمسة لعشرين دولار ده، وعلشان بقى يعرف يتعلم ازاي يقدم اصلا على الوظائف اللي هي الفريلانسنج دي لوحدها اصلا برضه اتعلم لها حوار. يعني دي اصلا انه عملية التقديم دي لوحدها اصلا الناس بتاخد لها كورسات، ولكن هو برضو صمم ان هو ياخدها يتعلمها ببلاش لوحده. فقعد بقى يتفرج برضو على فيديوهات، بس بقى مش فيديوهات لمهارته، لا فيديوهات لان هو ازاي يقدم على الوظائف دي، ان هو بقى بتكتب البروبوزل ازاي، او اللي هو العرض التقديمي بتاعك اللي هتعرضه، لما هتيجي تعرض ملفك هتعرضه ازاي، طيب انت اسعارك هتبقى ايه، طب مش عارف ايه. وكمان بقى المشكله في العقبه اللي قابلته، وهي اكبر من اكبر العقبات اللي بتقابل الناس اللي زي كمال دلوقتي، هي المشاريع او الخبره الملموسه، ان هو ما عندهوش خبرة حقيقية يقدمها. هو كل اللي عمله، هو كل اللي عنده دلوقتي هي معلومات هو اتعلمها من على اليوتيوب، وجهز كده حاجات كروكي لكن ما نزلهاش فعلا، ما جابتش ريتش، ما فيش حاجة فعلا كان مسوق لها والنتيجة طلعها فبيحطها في البورتفوليو بتاعه. فدي كانت من اكتر الحاجات اللي واقفة معاه في ان هو اصلا يتقبل، وحاول يقدم كتير واكتشف ان الموضوع صعب جدا، مش بسهولة اللي هو كان متخيلها في ان هو يقدم ويتقبل، علشان المنافسة شرسة جدا. اصل خلينا واقعيين، في الافات مؤلفة من الكوبي رايت، والهنديين صباح الفل ما خلوش حاجه، الهندي والباكستاني تيجي انت تقدم ب $15 يقول لك هيلو ماي فريند اي تيك ات فور $5، اي فاهم انت ب 15 هو داخل لك بخمسه، بيقص السوق ده، مش بيقص السوق ده يعني بيفرم السوق يابا. تلاقي بقى الباكستاني يروح معلق $2.5 يا نهار اسوح، احنا نروح فين احنا؟ يعني تقريبا احنا نديها له ببلاش، نديها له ونديله احنا فلوس. فالكومبيتيشن عاليه قوي في الفريلانسنج. فلما وصل بقى للمرحله دي كان عدى شهر، الشهر ده بقى كمال ما بقاش كمال، كمال اتحط واتشال، كمال اتشال في شوال، يعني قول بقى كل اللي يعجبك. يعني زهق وتعب لما تتخيله دلوقتي، هتلاقي يعني الراجل بالليل بقى عرقان ومرهق وبينهج، يعني حالته بقت بالبلة، لانه صرف وقت كتير جدا، يعني
كم كبير جدا من الساعات اتعلم فيها بيقضيها على الفيديوهات والتعلم والكتابة وهكذا، ولكن بعد كل ده ما وصلش الهدف اللي هو كان نفسه فيه. سؤالي ليك بقى، هل اللي كمال عمله ده هو كده قدر ان هو يحاول يكسب فلوس ببلاش؟ يعني هل هو في الشهر اللي هو قعده ده هل هو ما دفعش اي حاجة خالص علشان يحاول يكسب فلوس؟ قولي اجابتك في التعليقات، وتعالى دلوقتي نشوف هل هو فعلا دفع ولا ما دفعش حاجة. لما كده نيجي نرجع نبص على الرحلة بتاعت كمال الشهر اللي فات ده، هنلاقي ان هو قعد بعد كل يوم بنك، يعني هو الشيفت بتاعه في البنك بيخلص مثلا الساعة 3، خلص بقى روح البيت الساعة 4-5، قعد بقى من 5 لحد الساعة 11 مثلا، بياكل ويتغدى ويشرب ويكلم صحابه كل ده، وهو قاعد على اللاب برضو بيتفرج على الفيديوهات دي وبيذاكر وبيركز على ان هو ازاي يعمل الحاجات دي كلها مجانا. المدة الزمنية اللي هو قعدها دي بقى كلها في الحقيقة هو دفع حاجة. ازاي حازم دفع؟ هو ما دفعش حاجة، هو كل اللي هو كان بيعمله على اليوتيوب عادي يعني، ولكن في الحقيقة هو دفع، والحاجة اللي دفعها هي اهم من الفلوس، الا وهي وقت. البني ادم هو اغلى حاجة في الدنيا دي هي وقتك بجد. يعني مش هقول لك كلام اللي هو العميق والكلام ده، لا، هو بعيد عن اي حاجة، هو فعليا انت وقتك هو اهم حاجة بالنسبة لك. الثانية اللي راحت مش هتقدر تعوضها، خلاص هي راحت بالسلام. يبقى انت ازاي تقدر تستفيد من كل ثانية في وقتك ان انت تحصل منها على احسن شيء انت عايزه؟ يعني اللي انت عايزه مش شرط يكون فلوس، لكن انت وقتك ده انت عايز تستثمره في ايه؟ تبقى ايه احسن طريقة توصل بيها للهدف اللي انت عايزه بالوقت اللي معاك؟ طيب الوقت ده انت دلوقتي مثلا لو انت بتشتغل في اي شغلانه او انت بتدرس او اي حاجه، وفقا لروبرت كيوزاكي اللي هو صاحب بتاع بريتش داد بور داد، الاب الغني والاب الفقير، يقول لك انت من الاخر بتكسب باربع طرق. من الطرق الاساسيه فيها اصلا بيعتمدوا على الوقت، ان انت يا اما بتبادل وقتك انت الشخصي بالفلوس، بتقضي مثلا في الوظيفه 8 ساعات في الشهر علشان تاخد اكس من الفلوس، او بتعمل حاجه سيلف امبلويمنت فريلانس، زي العمل الحر، زي اللي هو كمال كان بيحاول يعمله، ان هو بيشتغل بالساعه على قد عدد ساعات او على قد المشروع اللي هيخلصه هياخد الفلوس بتاعته، فهو كده بيشتغل بالمشروع او بيشتغل بعدد الساعات بس، مش وظيفة ثابتة. يا اما بقى بيج بزنس اونر، انت بتستفيد من وقت الناس التانية، يعني انت تبقى قاعد مكانك، الناس التانية بتقضي وقت وبتصرف وقت، الوقت اللي هم بيقضوه ده انت بتكسب منه فلوس. دي اللي هي البيج بزنس اونرز اللي هم زي ابو هشيمة، نجيب سويرس، الناس اللي عندها الاف مؤلفة من الناس بتشتغل في الشركات بتاعتهم، فالناس دي بتكسب، ولكن برضو نجيب سويرس وابو هشيمة بيكسب، وطبعا في ناس تانيهم كتير يعني. فبالتالي اي وقت انت بتصرفه، اي وقت انت بتضيعه في اي حاجة ايا كانت هي ايه، الوقت ده هو يقاس بالفلوس. طيب سؤال يطرح نفسه، هل الساعة بتاعت حازم زي الساعة بتاعت سوسن؟ هل الساعة زي الساعة بتاعت بدر؟ هل الساعة بتاعت كمال؟ اكيد لا. طيب اكيد لا بناء على ايه؟ هي مش زي بعض لو حددناها بقى بصيغة اكتر في الوظيفة او الخدمة اللي انت هتختارها. لو احنا جينا في وظيفة الـ HR مثلا، دلوقتي سوسن لو هي مديرة HR، فبالتالي يبقى الساعة بتاعتها في وظيفة الـ HR اعلى بكتير مني مقررة بيها، والعكس صحيح. لو جينا بقى على وظيفة الصيدلة او الفويس اوفر، هتلاقي ان ساعتي اعلى بكتير من سوسن، لان سوسن ما عندهاش اي علم او خلفية في المجالات دي. هنا بقى سؤال يطرح نفسه مهم قوي عايزك تركز فيه، علشان هيجبنا لنقطة حساسة، السؤال المشهور بتاع لو انا وسوسن في نفس المستوى، يعني انا وهي محترفين، مين بقى اللي ساعته هتبقى اعلى؟ هنا بقى بتحكم الوظيفة اللي انت مختارها اصلا من الاول، وهنا بقى مربط الفرس يا معلم. وده الفخ اللي كلنا بلا استثناء بنقع فيه اول ما بنبص على اي وظيفة، بنشوف على طول الساعة بتاعت الوظيفة دي بكام، بس هوب ارشق فيها اشتغل فيها، لان الساعة بتاعتها سعرها عالي. المشكلة في ايه؟ ان دلوقتي الحتة دي بالذات، ان انت علشان تبقى بروفيشنال او محترف في الوظيفة دي اللي ساعتها سعرها عالي، بص على الرحلة اللي وراها، كلورنينج كيرف او الكيرف التعلمي بتاعك في الوظائف دي في الاغلب بنسبة كبيرة قوي بيبقى كبير جدا، يعني معناها ان انت محتاج تتعلم حاجات كتير قوي وتصرف وقت ومجهود كبير قوي علشان توصل لمرحلة احترافية فيها تخليك توصل للسعر بتاع الساعة العالي اللي احنا بقى بنشوفه من بره ده، وهو ده مربط الفرس يا معلم. ان احنا لما بنيجي نختار الوظائف على طول عيننا بترشق في الوظيفة اللي سعرها عالي فبس هننط فيها، ولكن ما بنبصش على حتة ان لا، في رحلة كبيرة قوي وراها، هنقعد نتعب ونتعلم ونسهر وايام كتيرة وشهور كتيرة علشان نوصل لهذا المستوى الاحترافي. لما نرجع بقى لكمال ونشوف الوضع اللي هو اتحط فيه بقى دلوقتي هيعمل ايه يا ترى، اكتشف حاجه
هو اكتشف ان انت لما بتيجي بتشتغل في اي حاجه ببلاش ما بتصرفش فيها فلوس، فانت اي نعم انت بتصرفش فلوس، بس انت في جميع الاحوال يعني سواء صرف فلوس او ما صرفش فلوس فهو الحاجه الاساسيه اللي هيصرفها هي الوقت. يعني هو وقته كده كده هيتصرف. فهم انه كان من الاول قدامه اختيارين، كان يصرفه عمياني ويقعد يلطش زي ما هو قاعد يلطش كده على امل ان هو يوصل للهدف بتاعه، ولا يصرفه بما انه كده كده هيصرفه فيصرف معاه فلوس علشان يشتري كورس او يدخل في كورس يوجهه للاتجاه الصحيح اللي من خلاله يعرف يعمل ايه علشان يعرف فعلا يكسب فلوس بالموهبة اللي عنده دي او المهارة اللي عنده دي. بعد ما كمال مر بالرحلة دي قرر ان هو هيبدأ ياخد كورسات في التسويق الالكتروني علشان يعمل فلوس. اصل ما هو يعني جرب الرحلة بتاعت ببلاش دي واتفرهد فيها جدا، فقرر ان هو هيدفع فلوس في كورسات علشان يبتدي يشتغل وياخد فلوس. يا ترى رأيك ايه؟ هل فعلا كمال لما يعمل كده هينجح؟ رحلته هتبقى عاملة ازاي؟ قولي في الكومنتات. وهو ده اللي احنا هنعرفه في الجزء الثاني من حلقة اكسب فلوس ببلاش في برنامج براحتنا. كان معاكم حازم عماد الدين ومركولي، مش انا جبت مايك جديد. سلام.